سكن هشام. أهلا جاك. وشو رانا كلالة يتعدل منه كاس يعود حامي. سمعتني؟ شوف يا كانك صليت تفقد الغرق يا خي. الحق عندك الغرق قاع اطرق عيان فافيش. قلت لك بسم الله. هذا الشيء كامل جاي من علاقتي انا بالشيء لانه لنولد المنطقه، لانه اي دار يعني كما بغات تكون نوعها ضروري كاين واحد الاتاي ديال الصباح والعصر، كاين اوقات مقدسه. اتاي كيصالح الناس، الا كان شي مشكل يكون اتاي هو اللي غيتصالحوا عليه، ويقدر يكون اتاي سبب في انهم يدابزوا في موضوع سماك ويدابزوا عليه. في نفس الوقت إلا كان الحزن ولا حتى الجنائز غتلقى فيهم أتاي، ولا كان الفرح غتلقى فيهم أتاي. يعني في كل حركة في كل سكنة بالنسبة للصحراء أتاي واحد شي حاجة اللي وثيقة مع أي واحد من الصحراء. ثانيا هناك ذكريات يعني كطفولة، لأنه في ذاك الوقت ما كنتش يعني ما تقدش تشرب أتاي قدام بوك، وكل ممنوع مرغوب. فدائما كنت بقات لي انه ذاك عدم الشرب بقى دائما خلاني نتشبت باتاي اكثر. فقلت لانه كان ضروري انني ننتصر لهذا اتاي وقصتي معاه بشي عمل سواء كان وثائقي او روائي، فتم اختيار الوثائق. فقلت واعتذار عند ذاك عني لنفسي ما قد اتيت للائم. اول حاجه هو كان بحث، رحله بحث طويله سواء في المخطوطات الفتاوى، وكان المشكل على انه اصعب ما كاين في انك فاش كتكلم على موضوع البيضان والله حسان بصفه عامه انه كاين شح المصادر، لانه عباره عن جهد وتاريخ شفهي، والتاريخ الشفهي كتلقى مثلا الحدث عنده 3 فيرسيون حتى 4 فيرسيون، فحتى وكتكون بعض المرات انه روايات متناقضه، ما يعني حتى الا جبت روايه قدر واحد وما عندكش اثبات انها صح او غلط. فكانت الرحله البحث ماشي سهله لتكوين ارضيه السيناريو، ماشي كتابه السيناريو هو كارضيه فقط، حتى كتحس على انها ولات ارضيه صلبه يعني تقد توقف عليها مشروع. حتى دزنا المرحله الثانيه اللي هي التصوير والانتاج بصفه عامه. ذاك تاي اللي تصبيه نعقب حتى انا ما هباس، ترفدي كاس على قلبي وعلى قلبي تطرحي كاس، بيان الكاس اللي رفدتيه نافذ فمك لا يضقي، يتحرك قلبي ولا يطفي ما وطول هذا وسواس. من خلال هاد السنين هذو الانتاجات اللي كانت بالنسبه للمجال الحساني بصفه عامه انه كانت تعاني من مشكل. أول حاجة المهرجانات التي يتم عرض في هذه الأفلام فيها قليلة جدا، والأكثرية منها لا تتعدى الحدود، تظل دائما حبيسة داخل المغرب، إلا اللهم بعد بعض المشاريع اللي توفقت على أنها تهاجر لمناطق أخرى أو تمثل المغرب. فكان من أهم شيء اللي كان كهدف هو أنه ترويج له دوليا أكثر من ما هو وطني، وطني هو تحصيل حاصل، لكن كيبقى أنه هذاك الاشتغال على ما هو وطني هو اللي يخدم ذاك الإشعاع، يعرف بالثقافة بصفة عامة، يعرف بهذيك المنطقة، يبرز حتى الجانب السيميائي اللي كتغنى فيه تغنى به، ولا والله حتى ذاك الاختلاف الثقافي كامل اللي كيتمتع به المغرب، ذاك التعدد الثقافي، ذاك الفسيفساء اللي كتشكل واحد اللوحة جميلة سميتها المغرب. فكاملها خاص يكون الترويج لها سواء كانت حسانية أو أمازيغية أو ريفية أو المهم بما يزخر به المغرب، خاصه كامل يتروج خارج الحدود. الرأي عندي السكوت عن الخوض في 3 مسائل: الضغط والضاء وحكم أمانيج وحكم الأتاي، لأن ابن عباد نص في رسائله أنه لا يجوز لأحد أن يقول بتحريم شيء ولا تحليله إلا إذا قطع لذلك. في إطار البحث اللي لقينا في الأثر أنهم أئمة اللي كانوا كيقولوا ذاك الشعر وكيتراشقوا، يعني كيكون شعره كيرد عليه
شخص آخر في أثناء سجال حول تحريم الشاي أو تحليله. يعني مسألة مرجعية تاريخية. هي مسألة مرجعية تاريخية محضة، لأنه كيبقى السوتيتراج هي اللي هو اللي نقدروا نشتغلوا عليه. وكاين أمور أخرى، كانت الشعر الحساني، والغريب في الشعر الحساني في التراديكسيون في الترجمة، يعني اللي بغينا نقوموا بالترجمة كت هو مثلا كنسموه احنا تافلويت، يعني كاين القاف هو بيت شعري وكاين نص قاف اللي هو تافلويت. فقط تافلويت اللي هي ثلاث كلمات او اربعه، ولكن الا بغيت نديرها في السوتيتراج في الترجمه كتجي حتى لخمسه سطور. فلقيت مشكل حقيقي الا لاحظت انه ما درتش لها السوتيتراج لانه كبير، يعني لا تسع تقنيا، كان اشكال تقني في هذه المساله. واعتذر عند ذاك حنني لنفسي بما قد أتيت.